وبعد أن انتهينا من فريضة الصلاة بكافة أنواعها نأتي إلى فريضة الزكاة. فما معنى الزكاة وما تعريفها وما الفرق بينها وبين الصدقة؟ الزكاة في اللغة معناها النمو والبركة وزيادة الخير. يقال زكى الزرع إذا نما، وزكت النفقة إذا بورك فيها، وفلان زاك أي كثير الخير. وتطلق على التطهير، قال تعالى قد أفلح من زكاها أي طهرها من الأدناس. وتطلق أيضا على المدح، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم أي لا تمدحوها. وشرعا الزكاة اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه إلى أصناف مخصوصة بشرائط مخصوصة. وسميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها وببركة دعاء الآخذ لها، ولأنها تطهر مخرجها من الإثم وتمدحه حتى تشهد له بصحة الإيمان. أما الصدقة فقد تطلق على الزكاة، والصدقة تشمل الواجب وغير الواجب، وليس لها وعاء معين ولا قدر معين ولا مصرف معين. فكل ما يخرج من الإنسان من قول أو فعل فيه خير لنفسه أو لغيره يطلق عليه اسم الصدقة. وفي الحديث كل معروف صدقة، وفي الحديث أيضا كل تسبيحة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. فكل هذه الأمور التي فيها خير تسمى صدقة، والله أعلم. هل توجد آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تأمر بالزكاة وترغب في أدائها؟ النصوص كثيرة في الأمر بإخراج الزكاة وفي الترغيب فيها، منها قوله تعالى وآتوا الزكاة، وقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وحديث بني الإسلام على خمس وفيه وإيتاء الزكاة، وحديث البخاري ومسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وحديث البزار وابن خزيمة وابن حبان الذي جاء فيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فمن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. وحديث البخاري ومسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه بعض النصوص التي جاءت في الأمر بالزكاة وفي فضلها، والله أعلم. وما الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي ترهب من منع الزكاة؟ النصوص في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى، وقوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وحديث البخاري ومسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا.
وحديث الطبراني والبيهقي بألفاظ متقاربة: وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القصر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، إلى غير ذلك من النصوص الواردة بطرق مقبولة، والله أعلم. منع الزكاة هو إلغاء لركن من أركان الإسلام الخمسة، هل مانع الزكاة يخرج من ملة الإسلام؟ مانع الزكاة كالمقصر في أي ركن من أركان الإسلام يسأل عن سبب منعه لها، فإن قال إنها غير مفروضة أو استهزأ بها فهو كافر لا محالة، لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة. أما إن قال هي مفروضة ولكن نفسي لا تطاوعني، أو أريد أن أتمتع بمالي الذي جمعته بجهدي ولا أريد أن يأخذه مني غيري، فهو مسلم ولكنه عاص مرتكب لكبيرة من الكبائر، وعلينا في الحالة الأولى أن نستتيبه حتى يؤمن بفرضيتها، فإن لم يتب أقيم عليه الحد، وفي الحالة الثانية ننصحه قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن استجاب فبها، وإلا قاطعناه كترجمة للإنكار بالقلب، ولا نقيم له وزنا ولا احتراما لعله يعود إلى الصواب. وهذا ما يجب أن نفعله مع كل مقصر في واجبات الدين، والكل يعرف ما قام به أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حرب المرتدين الذين منعوا الزكاة، كما جاء في الصحيحين حيث قال: والله لو منعوني وقال بعيري كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يقول العلماء: على الحاكم أن يأخذ الزكاة قهرا ممن امتنع عنها ويعذره أن يعاقبه، وقال بعضهم له أن يأخذ أزيد من الزكاة، كما قال أحمد والشافعي في قوله القديم: وهذه الزيادة تبلغ نصف ماله عقوبة له. والدليل ما رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبيهقي من حديث جاء فيه: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، أي حقا واجبا لا يحل لآل محمد منها شيء. ومن المعلوم أن الموثرين إذا لم يواسوا المعثرين ستكون العداوة، وقد يؤدي ذلك إلى الثورات والحروب، وللحاكم أن يأخذها قسرا منعا للفتنة، ولو كانت لهم منعة وقوة قوتلوا عليها كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، والله أعلم. فعلى من تجب الزكاة ومتى تجب؟ تجب الزكاة على كل مسلم حر مالك ملكا تاما لما عنده وعنده النصاب الفائض عن حاجاته الضرورية، وإذا توافرت هذه الشروط وجب إخراج الزكاة عند تمام الحول في زكاة النقدين والتجارة والثروة الحيوانية. أما في الثروة الزراعية فتجب الزكاة عند الحصاد، كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، كما يشترط في زكاة الثروة الحيوانية التي لا يقصد بها التجارة يشترط الثوم، ومعناه أن يكون غذاء الحيوانات بغير ثمن، بل في الرعي في الصحارى وغيرها، وأن يكون الزرع مما يستنبته الآدميون ويقتات ويدخر على ما رآه جمهور الفقهاء، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، جعل الله سبحانه وتعالى من مصارف الزكاة مصرف المؤلفة قلوبهم، فما مواصفاتهم؟
المؤلفة قلوبهم منهم مسلمون ومنهم كافرون. والمسلمون أقسام أربعة: القسم الأول قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار، إذا أعطيناهم من الزكاة يرجى إسلام نظرائهم كعدي بن حاتم وزبرقان بن بدر، حيث أعطاهما أبو بكر مع حسن إسلامهما. القسم الثاني زعماء ضعفاء الإيمان لكنهم مطاعون في أقوامهم، ويرجى بإعطائهم من الزكاة تثبيت الإيمان في قلوبهم، كمن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وهم مسلمة الفتح، أي فتح مكة، دخلوا في الإسلام حديثا عندما فتحت مكة التي كانت غزوة حنين عقب الفتح قبل أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. القسم الثالث قوم من المسلمين يخشى أن يستميلهم العدو لمصلحته، وهم العملاء الذين ينشطون حين يرون الفائدة ميسرة لهم. القسم الرابع قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجباية الزكاة لأنهم ذو نفوذ في أقوامهم لا تجبى إلا بسلطانهم أو بقتالهم، فيرتكب أخف الضررين ويعطون شيئا من الزكاة بدل أن تضيع كلها. أما الكافرون من المؤلفة قلوبهم فهم قسمان: القسم الأول من يرجى إيمانه، صفوان بن أمية الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين. القسم الثاني من يخشى شره فيعطى من الزكاة ليكف شره عن المسلمين، كأبي سفيان وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، ويقال إن هؤلاء أسلموا في فتح مكة قبل أن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، فهم داخلون في القسم الثاني من المسلمين. والإمام الشافعي قال: لا تعطى الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم إلا إذا كانوا مسلمين، فلا تعطى لكافر، أما الفاسق فلا مانع من إعطائه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط بانتشار الإسلام كما فعل عمر رضي الله عنه، فلا تعطى الزكاة لأحد منهم مسلما كان أو كافرا. والمختار الآن عدم إعطاء الكفار من هذا السهم لدفع شرهم، وإن جاز إعطاؤهم من سهم سبيل الله لأنه جهاد، والجهاد وسائله كثيرة منها المال، والله أعلم. الزكاة عبادة من العبادات، هل يشترط فيها النية؟ لا بد من النية عند إخراج الزكاة لأنها عبادة، والحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات، وهذه النية تكون عند أداء الزكاة، يعني عند إعطائها لمن يستحقها، وذلك عند مالك والشافعي، وتكون عند أبي حنيفة عند الأداء أو عند عزلها وقبل توزيعها. وجوز أحمد تقديم النية على الأداء بزمن يسير، ولا يشترط أن يتلفظ بالنية، فقد يكون في ذلك جرح لشعور البعض ممن يأخذونها، والله أعلم. وهذا رجل يقول: قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله تعالى صادق في قوله، وعندي 10,000 جنيه، وبعد 10 سنوات من إخراج الزكاة ستنقص 2500 من الجنيهات، فكيف يستقيم هذا مع قول الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي يقول فيه: ما نقص مال من صدقة؟
حديث ما نقص مال من صدقة لا يتعارض أبدا مع نقص المال ماديا عندما نأخذ منه الزكاة. فكان النقصان ماديا فإن الزكاة تجبره معنويا، وذلك بالبركة بناء على قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والإخلاف إما في الدنيا بمثل قناعة النفس وحفظ المال من السرقة أو الهلاك بالآفات وغيرها، وإما بتيسير الإنفاق على المال وعلى تكاليفه، كحديث مسلم في الرجل الذي يخرج ثلث حديقته صدقة فكافأه الله بسوق السحاب الممطر لري حديقته دون جهد كبير في الحصول على الماء، وإما في الآخرة بالثواب العظيم كما جاء في بعض الأحاديث أن الله يتقبلها بيمينه ويربيها كما يربي الإنسان مهرة، وتكون كالجبل في كبرها وعظمها. وهذه النصوص يراد منها الترغيب في عمل الخير وهي صادقة، لأن وعد الله حق، ومن أصدق من الله حديثا. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، نقرأ في كتب الفقه أن الزكاة يقدر نصابها بالمكاييل والأوزان القديمة، فهل يمكن لنا أن نقدر ذلك بالمعايير الحديثة؟ حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما هو أقل من 5 أوثق صدقة، ولا فيما هو أقل من 5 من الإبل الذود صدقة، ولا فيما هو أقل من 5 أواق من الورق صدقة، والذود من الإبل ما بين 3 إلى 10. وفي حديث رواه البخاري وغيره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الأوثق جمع وثق، والوثق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد رطل وثلث بالرطل العراقي، وهو 130 درهما، فيكون المد 174 درهما، ويكون الصاع بالدراهم 696 درهما. والصاع يقدر بالكيلو جرام هكذا: الصاع يساوي 696 درهما، والكيلو جرام يساوي 324 درهما، وبقسمة دراهم الصاع وهي 696 على دراهم الكيلو جرام وهي 324 يساوي الصاع 2 من الكيلو جرامات، 48 درهما، أي 4 أوقيات. والوثق 60 صاعا في 2 من الكيلو جرامات وأربع أوقيات، فيكون الوثق 129 كيلو جراما تقريبا. والنصاب هو 5 أوثق يضرب في 129 كيلو جراما، فيكون 645 كيلو جراما. وهذا هو الذي عليه العمل الآن بمصر بالنسبة لغالب الحبوب كالقمح، وتقدير النصاب بالكيل المصري هو 50 كيلة، أي 4 أرادب وكيلتان. وبالنسبة للنقود المعبر عنها في الحديث بالورق أي الفضة، وهي تقدر بالدراهم، فالنصاب 5 أواق، والأوقية 40 درهما كما ثبت في كتب السنة، فيكون النصاب 200 درهم، أي حوالي 600 درام، وجاء في بعض التقديرات أنه 600
24 جراما، هذا في نصاب الفضة. أما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا، يساوي بالجرامات حوالي 85 جراما، وهذا التقدير تقريبي، وذلك لكثرة الاختلاف بين الأوزان في البلاد وعلى توالي العصور. وقد جاء في بعض التقديرات أنه 87 جراما. والفروق البسيطة في الوزن أو الكيل ينبغي أن يؤخذ فيها بالأحوط، يطمئن الإنسان على إبراء ذمته من هذه الحقوق التي كثر الوعيد في عدم الوفاء بها، والله أعلم. وهذا سائل يقول: مات عمي وترك مالا ولم يخرج زكاته، فهل يخرج ورثته زكاة المال قبل تقسيمه، أم أن الزكاة سقطت عنه بموته؟ من مات وعليه زكاة لا بد من إخراجها قبل توزيع التركة، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. والزكاة دين لله، وهو أحق بالقضاء، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. معنى هذا أن الزكاة التي لم يخرجها الميت لا بد أن يخرجها الورثة قبل أن يأخذوا أي شيء من التركة، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، هل توجد آداب من آخذ الزكاة تجاه المزكي؟ الذي يأخذ الزكاة من المزكي يستحب أن يدعو له وأن يشكره، بمثل قوله: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. وذلك من منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وغيره: من اصطنع إليكم معروفا فجازوه، فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى تعلموا أن قد شكرتم، فإن الله شاكر يحب الشاكرين. وفي حديث أحمد وغيره: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، والله أعلم. نعرف أن التكليف بالعبادات يكون عند البلوغ، فلو ترك والد لولده الصغير مالا يبلغ النصاب، هل تجب في ماله زكاة؟ وما حكم المجنون الذي يرث مالا، أو أصابه الجنون وعنده مال يستحق الزكاة؟ العلماء فريقان في حكم الزكاة في مال الصبي الذي لم يبلغ حد التكليف. فريق لا يرى وجوب الزكاة، ومنهم أبو حنيفة وأصحابه، وقصدوا الزكاة في الزروع والثمار في هذا الحكم. وحجتهم في ذلك أن الزكاة عبادة محضة كالصلاة، تحتاج إلى نية، والصبي لا تتحقق منه النية، وقد سقطت عنه الصلاة لفقدان النية فتسقط الزكاة كذلك، كما احتجوا بحديث: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ إلى آخره، وبقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لكن أوجبوا في ماله الغرامات والنفقات لأنها حقوق العباد، وكذلك صدقة الفطر أيضا. لكن هذه الأدلة تصلح لمن لا يوجب الزكاة على الصبي أصلا، ولا تصلح لمن أوجبها في بعض المال. والفريق الثاني من العلماء يرى وجوب الزكاة في مال الصبي، ومنهم مالك والشافعي وأحمد. ومن أدلتهم عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في مال الأغنياء دون استثناء صبي أو غيره، وحيث إن الصبيان يعفون من الزكاة إذا كانوا فقراء، فلتؤخذ منهم إذا كانوا أغنياء،
كما يدل عليه حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حيث قال له: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. ومن أدلتهم حديث رواه الطبراني مرفوعا: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. ومثله حديث الترمذي وإن كان فيه مقال غير أن معناه صحيح وهو موقوف على عمر، فقد صحح البيهقي عنه: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، والمراد بها الزكاة. وكما صح الحكم عن عمر صح عن غيره من عدد من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس لا يحتج بها. وإلى جانب هذه الأدلة قال: إن مقصود الزكاة سد خلة الفقراء من مال الأغنياء شكرا لله وتطهيرا للمال، ومال الصبي قابل لأداء النفقات والغرامات فلا يضيق عن الزكاة. وعلى هذا القول ولي الصبي يخرج الزكاة عنه من مال هذا الصبي، وتعتبر نية الولي في الإخراج. وبعض المالكية قال: يخرجها الولي إذا أمن أن يطالبه وجعل له ذلك، وإلا فلا. يؤخذ من هذا أن الجمهور قالوا: تجب الزكاة في مال الصبي، ومثله المجنون الذي بلغ مجنونا أو أصابه الجنون بعد ذلك، والله أعلم. وسائل يقول: عندي جار غير مسلم وأخي يعمل في الخارج وجيرانه كفار، فهل يجوز إخراج الزكاة لهؤلاء؟ وإذا لم يجوز هذا فما العمل؟ اتفقت الأئمة على عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المسلمين فيما عدا المؤلفة قلوبهم، وهم الذين يرجى إيمانهم أو يخشى شرهم، وإن كان هناك خلاف في وجودهم الآن وفي جواز إعطائهم إن كانوا. والدليل على عدم إعطاء الكفار من الزكاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وذلك في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن. والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراؤهم دون غيرهم، رواه البخاري ومسلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمية لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، واختلفوا في زكاة الفطر فجوزها أبو حنيفة. وعن عمرو بن ميمون وغيره أنهم كانوا يعطون منها الرهبان. وقال مالك والليث وأحمد وأبو ثور: لا يعطونا. ونقل صاحب البيان جواز صرف الزكاة إلى الكفار، وهذا موجود في كتاب المجموع للنووي. لكن صدقة التطوع يجوز أن يعطى منها غير المسلم، لما صح من إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر أن تبر أمها وكانت مشركة، وقال لها: صلي أمتي. ويؤيد هذا قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الآية مطلقة، والأسير بالذات قد يبقى على دينه ولا يسلم. قالوا: ومنه إعطاء عمر صدقة لليهودي الذي وجده يسأل. وأختاروا أنه لا يجوز للسائل أن يعطي من زكاته لغير المسلم، لكن يجوز له أن يساعده بصدقة تطوع رعاية لحق الجوار مثلا،
والله أعلم. وهل من الممكن أن توجه أموال الزكاة لتصرف في مصارف أخرى مثل بناء المساجد والمستشفيات والمدارس وخلافه؟ المتفق عليه بين الفقهاء أن سبيل الله هو الجهاد، وذلك من مصارف الزكاة، مع الاختلاف في اشتراط الفقر وعدمه، وفي تمليكها للشخص أو عدم تمليكه، وفي قصرها على المتطوعين أو تعميمها على جميع المجاهدين. هناك بعض العلماء توسعوا في معنى سبيل الله ليشمل جميع أنواع القربات، منهم الفخر الرازي حيث نقل عن القفال في تفسيره أن بعض الفقهاء أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه البر من تكفين الموتى وعمارة المساجد وغيرها، ولم يعين من هم هؤلاء الفقهاء المجيزون، وإن كان لا يصف بالفقيه إلا المجتهد. ونسب ابن قدامة في كتابه المغني هذا الرأي إلى أنس ابن مالك والحسن البصري، لكن المحققين بيّنوا أن هذه النسبة خطأ. ومن المتوسعين في سبيل الله السيد صديق حسن خان في كتاب الروضة الندية، الذي يقول: ليس هناك دليل على تخصيص سبيل الله بالجهاد، فليبقى على معناه اللغوي واسعا، وكونه انصرف إلى الجهاد في العهود الأولى لا يمنع من شموله لكل ما يوصل إلى رضاء الله من أنواع القربات. ومال إلى هذا الرأي جمع من العلماء المتأخرين والمعاصرين. وعلى هذا الرأي يجوز صرف جزء من الزكاة في بناء المساجد والمعاهد وتحفيظ القرآن وإيواء اللاجئين ونشر الثقافة الدينية، وفي كل عمل يعز الإسلام ويقوي شوكة المسلمين ويدفع عنهم غائلة الاستعمار والسيطرة بأي شكل من الأشكال، والله أعلم. وهل يصح أن يعطي المسلم زكاته لأخته الأرملة أو لزواج أحد أقاربه الفقراء؟ الزكاة للأخت الأرملة الفقيرة جائزة، بل هي أولى من الفقير الغريب، لأنها صدقة أي زكاة وصلة رحم، وذلك على رأي الجمهور، لأن الأخت عندهم لا تجب نفقتها على الأخ فتأخذ منه الزكاة. أما دفع الزكاة للزواج فلا يجوز، لا للقريب ولا للبعيد كما قال المحققون، لأن الزواج ليس ضروريا في كل الأحوال، بل هو مستحب لمن يستطيعه، كما في حديث الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والله سبحانه وتعالى قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لكن لو تعين الزواج على شخص ليعصمه من المنكر وجب أن يتزوج بقدر يناسب وضعه الذي هو فيه، ما دام يقصد الخير من العفة والشرف. ولا يعدم أي مجتمع أن يكون فيه من يحقق له رغبته. أما الزواج في هذه الأيام بالذات الذي أخذ صورة مظهرية أكثر منها أدبية ودينية، فلا يجوز أن توجه الزكاة إليه أبدا، والله أعلم. وهذا رجل يسأل ويقول: أبي وأمي فقيران وقد أصبحت ميسور الحال، هل يصح أن أعطيهما زكاة أموالي؟ لا يجوز أبدا أن يعطي الإنسان زكاته لأبيه ولا لأمه ولا للأصول وإن علم، ذلك أن نفقتهم واجبة عليه، وكل من وجبت على الإنسان نفقته
لا يجوز أن يعطيه من الزكاة، لأن الواجب عليه أن يجعلهم أغنياء غير محتاجين إليها ولا مستحقين، وبخاصة أنه يقول إنه ميسور الحال، وهذا أمر اتفق عليه جميع الفقهاء، واستثنى مالك الجد والجدة فقط، فأجاز دفع الزكاة لهما لسقوط نفقتهما عنه في رأيه. ومنع دفع الزكاة للوالدين مرتبط بالفقر، فإن كانوا من الغزاة المجاهدين في سبيل الله فله أن يعطيهم من سهم سبيل الله حتى لو كانوا أغنياء، وكذلك إذا كانوا غارمين لأنه لا يجب عليه أداء ديونهم ويعطيهم من الزكاة، والله أعلم. إذا رزقني الله تعالى مالا وأصبحت ميسور الحال، وقبل حلول وقت إخراج الزكاة وجدت من يستحق الصدقة، فهل يجوز لي أن أخرج الزكاة قبل وقت وجوبها؟ ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد إلى جواز إخراج الزكاة قبل وقت وجودها، وهو الحول في النقود والتجارة والأنعام، والدليل على ذلك ما ورد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها، وإن كان في السند مقال. وسئل الحسن عن رجل أخرج 3 سنين هل يجزيه؟ قال يجزيه. وعن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل الإنسان زكاته قبل الحول، وقال مالك لا يجزي إخراجها حتى يحول الحول، وقال بذلك ربيعة وسفيان الثوري وداود. وسبب الخلاف هل الزكاة عبادة أو حق للمساكين؟ فمن قال إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أي التي لها أجل أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. ومثل الزكاة العامة زكاة الفطر، فالجمهور على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأما قبل ذلك ففيه خلاف، فعند أبي حنيفة يجوز إخراجها قبل شهر رمضان، وعند الشافعي يجوز من أول شهر رمضان، أما عند مالك وأحمد فلا يجوز إلا قبل العيد بيوم أو يومين. وعلى هذا نقول لا مانع من التعجيل بإخراج الزكاة قبل وقت وجوبها تيسيرا لمصالح المسلمين، والله أعلم. وهل يجوز إخراج الزكاة لمسلمين محتاجين في قطر آخر غير القطر الذي يعيش فيه المزكي؟ روى الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له فيما قال: فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وروى أبو داود وابن ماجه عن عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه. وروى الترمذي وحسنه أن أبا جحيفة قال: قسم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عامله على الصدقة، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا. استدل الفقهاء بهذه المرويات على أنه يشرع صرف زكاة كل بلد في فقراء أهل هذا البلد، واختلفوا في نقلها إلى بلد آخر بعد إجماعهم
على أنه يجوز نقلها إلى من يستحقها إذا استغنى أهل بلد الزكاة عنها. قال الحنفية: يكره نقلها إلا إذا كان النقل إلى قرابة محتاجين، لأن في ذلك صلة رحم، أو إلى جماعة هم أشد حاجة من فقراء البلد، أو كان النقل أصلح للمسلمين، أو كان من دار حرب إلى دار إسلام، أو كان النقل إلى طالب علم، أو كانت الزكاة معجلة قبل أواني وجوبها وهو تمام الحول، ففي جميع هذه الصور لا يكره النقل. أما الشافعية فقالوا: لا يجوز نقل الزكاة من بلد فيه مستحقون إلى بلد آخر، بل يجب صرفها في البلد الذي وجبت فيه على المزكي بتمام الحول، فإذا لم يوجد مستحقون نقلت إلى بلد فيه مستحقون. وحجتهم في ذلك حديث معاذ المذكور: والمالكية لا يجيزون نقلها إلى بلد آخر إلا إذا وقعت به حاجة فيأخذها الإمام ويدفعها إلى المحتاجين، وذلك على سبيل النظر والاجتهاد كما يعبرون. والحنابلة لا يجيزون نقلها إلى بلد يبعد مسافة القصر، بل تصرف في البلد الذي وجبت فيه وما يجاوره فيما دون مسافة القصر. يقول ابن قدامة الحنبلي: إن خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم، وإذا كان الشخص في بلد وماله في بلد آخر صرفت في بلد المال بامتداد نظر المستحقين إليه، ولو تفرق ماله في عدة بلاد أدى زكاة كل مال في بلده، وهذا الحكم في زكاة المال. أما في زكاة الفطر فتوزع في البلد الذي وجد فيه المزكي حين وجبت عليه، لأنها زكاة عن شخصه لا عن ماله. ومن هنا أقول إجابة على السؤال: إذا وجد مستحق للزكاة في البلد الذي يعيش فيه صرفت إليه على رأي جمهور الفقهاء، ولا يجوز نقلها إلى أقاربه المحتاجين. أما أبو حنيفة فيجيز النقل للمبررات المذكورة، ومنها صلة الرحم أو شدة الحاجة، ولا مانع من الأخذ برأيه، فهو ينظر إلى المصلحة الراجحة، والله أعلم. رجل يقول: الحمد لله حالي ميسور، ويلجأ إلي كثير من الناس للاقتراض مني فأقرضهم، وقد يتقاعس بعضهم في السداد والبعض الآخر لا يسدد، وبعض القروض وكلها بدون فائدة يكون سدادها بعد عدة سنوات، فهل هذه الأموال عليها زكاة؟ الدين الذي للإنسان على غيره له حالتان: الأولى أن يكون المدين معترفا بالدين وباذلا له، وفيه عدة آراء. الرأي الأول رأي الأحناف والحنابلة أن على الدائن وهو صاحب المال عليه الزكاة، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبض هذا الدين فيؤدي الزكاة عن كل السنوات التي مضت. والرأي الثاني يلزمه إخراج الزكاة كل عام وإن لم يقبض الدين، وهو مذهب الشافعي. والرأي الثالث لا زكاة على الدين لأن ملكيته غير تامة، وهو رأي بعض السلف. والرأي الرابع أنه يزكيه إذا قبضه، ولكن عن سنة واحدة، كما قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح. هذه هي الحالة الأولى. أما الحالة الثانية للدين أن يكون الدين على معسر أو جاحد أو مماطل،
فقيل لا تجب فيه الزكاة، وهو رأي الحنفية، لأنه مال غير مقدور على الانتفاع به. وقيل يزكيه إذا قبضه كالدين على الموثر، وهو رأي للشافعي، وله رأي كرأي الحنفية لا زكاة عليه. وقيل يزكيه إذا قبضه، وذلك لعام واحد فقط، وعليه المالكية. ولكل أن يختار ما يشاء من هذه الآراء، والله أعلم. رجل يقول: جار لي مدين وتراكمت عليه الديون، هل يصح أن نساعده من مال الزكاة في سداد دينه؟ قال الله تعالى في مصارف الزكاة: والغارمين. يقول القرطبي عنهم: هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به ولا خلاف فيه. اللهم إلا من ادان في سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب، ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به، يعطى ما يقضي به دينه، يعني دين مستغرق لما يملكه. فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم، فيعطى بالوصفين. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. ويجوز لمن تحمل مالا في إصلاح وصلاح أن يعطى من الصدقة ما تحمل به إذا وجب عليه، حتى لو كان غنيا، إذا كان ذلك يجحف بماله كالغريم. واختلفوا هل يقضى منها دين الميت أم لا، فقال أبو حنيفة: لا، ولا يعطى منها من عليه كفارة ونحو ذلك من حقوق الله، وإنما الغارم من عليه دين يسجن فيه. وقال علماؤنا وغيرهم: يقضى من الزكاة دين الميت لأنه من الغارمين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا يعني عيالا فإلي وعلي. الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية قال: إن الغارمين صنفان، صنف منهم استدان في مصالح أنفسهم فيدفع إليهم مع الفقر دون الغنى، يدفع إليهم ما يقضون به ديونهم، وصنف منهم استدانوا في مصالح المسلمين فيدفع إليهم مع الفقر والغنى، يدفع إليهم قدر ديونهم من غير فضل ولا زيادة، والله أعلم. وإذا كان على هذا المدين للسائل مال وأسقطه عنه، هل يصح أن يحسب هذا من الزكاة؟ يقول النووي في كتابه المجموع: لو كان على رجل معسر دين فأراد الدائن أن يجعله من زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي، فهناك وجهان صحيحان، أصحهما أنه لا يجزئه، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، لأن الزكاة في ذمة صاحبها فلا يبرأ إلا بإقباضها، والوجه الثاني يجزئه، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز، فكذلك إذا لم يقبضه، كما لو كانت له دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه سواء قبضها أم لم يقبضها. وإذا دفع إليه الزكاة
وشرط عليه أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة ولا يصح قضاء الدين بذلك. لكن لو نويا ذلك ولم يشترطاه جاز وأجزأه عن الزكاة، وإذا رده إليه عن الدين برئ منه. هذه هي الصورة من الصور التي اختلف فيها الفقهاء، وعلى ذلك يمكن أن نختار الرأي الذي يقول إسقاط الدين عن المدين يمكن أن يكون من الزكاة، والله أعلم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للحاكم أو ولي الأمر أن يجمع أموال الزكاة ويدفعها إلى الأعداء نظير الإفراج عن جنود المسلمين من أسرى الحرب، أو تسديد ديون على بلده، أو شراء مستلزمات ضرورية للشعب؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بجباية الزكاة ويقوم بتوزيعها في مصارفها، وفعل ذلك أبو بكر وعمر من بعده، ثم رؤي أن يتولى كل إنسان إخراج زكاة أمواله الباطنة وأن يوزعها بنفسه على المصارف الثمانية المعروفة التي منها سبيل الله. وسبيل الله، وإن كان العلماء السابقون قد قصروه على الجهاد في سبيل الله لنشر الدين وحماية المقدسات، فقد رأى العلماء المحدثون سعة مجاله وتعدد ميادينه تبعا لتطور الظروف ليشمل كل خير تعم منفعته المسلمين، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها فداء الأسرى على التفسير القديم والحديث، فهم داخلون في سبيل الله، أو هذا العمل داخل في سبيل الله، لأنه مرتبط بالجهاد الذي يدفع به العدو عن الوطن، فلا مانع من دفع حصة من الزكاة من أجل ذلك ومن أجل الأعمال الأخرى التي فيها تقوية للمسلمين ضد غيرهم حتى ينعموا بحريتهم واستقلالهم، والله أعلم. رجل يقول: مر بي أكثر من سائل فظننت أنهم من المحتاجين فتعت لهم قسطا كبيرا من زكاتي، ثم تبين لي بعد ذلك أنهم من محترف التسول ويملكون مالا كثيرا، فهل زكاتي عليهم صحيحة أم أدفع ما دفعته لهم مرة أخرى؟ جاء في حديث رواه البخاري أن معن ابن الصحابي يزيد أخذ صدقة أبيه، وكان أبوه ينوي إعطاءها لغيره، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. وكذلك حديث الصحيحين في من ظهر أن صدقته وقعت في يد سارق ويد زانية ويد غني، وأن الله سبحانه وتعالى تقبلها. وإذا حمل ذلك على صدقة التطوع وهي النافلة، فهل يصدق هذا على الزكاة الواجبة إذا ظهر أنها وقعت في غير موقعها؟ جاء في كتاب المغني لابن قدامة قوله: وإذا أعطى من يظنه فقيرا فظهر أنه غني، فعن أحمد فيه روايتان إحداهما يجزئه، وذكر أنه مذهب أبي حنيفة، واستشهد بحديث رواه النسائي وأبو داود أن رجلين طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم صدقة مما كان يوزعه في حجة الوداع، فرآهما قويين فقال لهما: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ لغني ولا لقوي مكتسب. قال الخطابي: هذا الحديث أصل في أن من لم يعلم له مال فأمره محمول على العدم، كما استشهد بحديث الصحيحين في الرجل الذي تصدق فظهر أن المتصدق عليه غني وتحدث الناس بذلك، وأن الرسول أخبره أن صدقته قبلت،
لعل الغني يعتبر. الرواية الثانية لأحمد أنها لا تجزئ، وهو قول أبي يوسف، وأما الشافعي فله قولان كالروايتين الواردتين عن أحمد. وذكر ابن قدامة تعليلا للرواية بالجواز أن الفقر والغنى مما يعثر الاطلاع عليه والمعرفة بحقيقته، قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، فاكتفى بظهور الفقر ودعواه. وأقول في جواب هذا السؤال: الزكاة وقعت موقعها على رأي أبي حنيفة وعلى أحد قولين لأحمد والإمام الشافعي، والله أعلم. رجل يقول: أودع معي أهل الخير مبلغا كبيرا من المال لمساعدة المحتاجين، وقد يمر على هذا المبلغ سنة أو أكثر دون أن يقدم منه شيء، فهل أخرج الزكاة عنه مع العلم أنني لا أملكه ولكني مؤتمن عليه؟ لا زكاة على هذا المال، لأنه ليس مملوكا لمن وضع أمانة عنده، والله أعلم. لي صديق يهوى جمع العملات المختلفة القديمة منها والحديثة، وإذا أحصينا ما عنده نجده مبلغا كبيرا من المال من عملات شتى، هل مجموع ما عنده يستحق الزكاة؟ إذا بلغ مجموع هذه النقود النصاب المعروف وجبت عليه الزكاة، ولا ضرر أبدا في اختلاف هذه العملات، فكلها مال مملوك لصاحبه فيزكى زكاة النقدين وهو ربع العشر في آخر العام، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، إذا كان لي جار فقير ويستحق الزكاة لكنه لا يصلي، هل يصح أن أدفع له من الزكاة أو أتصدق عليه؟ وجه هذا السؤال وذكرت إجابته في فتاوى الإمام النووي عن المسألة 104، فقال: إن كان بالغا تاركا للصلاة واستمر على ذلك إلى حين دفع الزكاة لم يجز دفعها إليه، لأنه محجور عليه بالسفه فلا يصح قبضه، ولكن يجوز دفعها إلى وليه فيقبضها لهذا السفيه، وإن كان بلغ مصليا رشيدا ثم طرأ ترك الصلاة ولم يحجر القاضي عليه جاز دفعها إليه وصح قبضه لنفسه كما تصح جميع تصرفاته. هذا ما جاء في فتوى للإمام النووي. لكن هذا الحكم في من ترك الصلاة كسلا وهو معتقد وجوبها عليه، أما من تركها عمدا جاحدا لوجوبها فهو كافر، والكافر لا يعطى من الزكاة. ومهما يكن من شيء فإن دفع الزكاة للفقير المستقيم المواظب على الصلاة والطاعة أولى من دفعها إلى غير المستقيم، وذلك تشجيعا على الطاعة ومقاومة للعصيان، والله أعلم. هل الضمان الاجتماعي أو المعاش الذي يعطى للعامل أو الموظف بعد بلوغه سن التقاعد يعتبر زكاة تدفعها له الدولة؟ وإذا كان زكاة فهل يأخذه ميسور الحال، وخاصة أنه لم يحدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الخلفاء الراشدين؟ يجب أن نعلم أنه لا زكاة تجب على الدولة لأحد، وإنما هي بين الأفراد بعضهم مع بعض، وإن كان الوالي له أن يجمعها ويوزعها على مصارفها، ولكن ذلك لا يوجد الآن في كثير من البلاد الإسلامية. والمعاش وغيره مساعدة أو مكافأة من الدولة للموظف، سواء أكان ميسور الحال أو محتاجا، فإذا أخذه صار ملكا له ويجري عليه ما يجري على زكاة المال، فإن مر على ملكه له حول أي سنة وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. وكانت هناك في أيام الخلفاء الراشدين أموال
من خزينة الدولة الآتية من الغنائم والفيء وغير ذلك تعطى لشخصيات فيهم مواصفات يستحقون بها ذلك، لكنها لا تعتبر زكاة واجبة على الدولة، والله أعلم.